غضبانة وعلاش خرجتي؟ أمالكم عاد السيد مالكم؟ أمالكم عاد السيد؟ مالك؟ قالوا لي يا مولاي السلطان غيجي عندنا القاعدة تنديروها. إلا ما سمحش بالعريس سميتو ما تدخلش تحرر راسو. دابا أنا عساس من الباب وأنا درت لهم باريار. خاصو يحرر راسو. غادي يدخل خاصو 8 د الصباح يكون لي ودابا لا دابا دابا كيفاش غادي يخلصوا ما فهمتش انا خلص الباب عاد يدخل خلص الباب شوف دور لي كاين شي واحد يفرش هذاك الشيء بوحدو لا 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 غازو خلص الجردين خلصوا مشى بحالو انا الحوايج الخدام اللي محيتهم انا عاد الحوايج ديال الجداد اليوم ميدو ديال انت شنو الصالح ديالك في هذا الحساب؟ انا هو ولا قول لي شنو؟ الصالح ديالك شنو انت؟ انا انت شنو؟ انا الناس جا حرق جدا انا شنو خدام يدخل لي انا تخرج لي كل الباروده السيد عامر كانك فين غادي؟ راه بقى حق هذا عندك راه هاتي حلو راتي حلو كاين الحق كاين الحق الهجوم الهجوم دابا شنو هو الحل شنو هو الحل؟ قول له الحل قول له الحل قول له الحل هاي خلص مهرج فارس واخا درويش مسكين واخا درويش اش ما فيش درويش يا محمد اش ما كاين لا درويش بقى يديروا الفوضى دابا ما خلصش لو كيف على ولدي هذا وبلاتي انا ما خلصش هو كلشي هو مسكين هو هو مسكين هو غامر ها ايوا شتي مالكم 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 دابا تحكموا عليهم ولا كيفاش؟ حتى هما تحكموا دابا راه غدور عندهم دابا غنبداو بهم. يا خاطر شحال واعر. ها انت شو البركة شو البركة؟ كنجمعوا هذا رزيق هذا تعطي 1000 هذا 2000 هذا 400 هذا 600 هذا كلها علاش قد؟ وفي الاخر؟ في الاخر تنديروا بها شي زريده عاوتاني تنختموا بها زريده ثاني. يعني بيناتكم؟ بيناتنا العائله ني. ايه. وترضاو بيناتنا واخا طيحني واخا تغيسني واخا تفزقني هانيه. شنو الحالات كاع اللي وقعوا شي مره حضرتي ليهم؟ حاله واحد ركبنا اركب عليه قالوا هذا اسيدي غتجيبوا لي العود غنركب عليه واحد ركب على واحد. جاب العصا واحد نسيبي مسكين ما تيرضاش هز هذاك مول العود وغادي غادي يا الله يلا جابوه قدام التار وضربوا على راسه شو سبحان الله دابا هذا الشيء في الباديه راه باقي ما مقطوعش عندنا خاصه هنا في الباديه عندنا باقنا هاد العادات وباقي الناس كيضحكوا بيناتهم لمده اسبوع ولمده اسبوع وهما هنايا وكيبداو يجمعوا يعني كما قال السي عبد القادر كيجمعوا الفلوس واحد على متى يحكموا عليه اما اللي يدخل هنا راه كيحكموا عليه كما كان انا براسي دابا راه مهدد ما غيسكلونيش ها رساليه هما معايا الصحافه راه كاين الصحافه صحاب التعليق الحمد لله دابا بعد المخازن على جوج الصحافه اي مزيان صحاب التليفونات بجوج يا انت يا ميره انت يا ميره ماشي انت واش كون هز هذاك التليفون صحافيه وصحافيين كاين عندنا دابا عاد هما خاصكم تحكموا مرحبا بكم عاف جوج عندك احنا راه ديال بيناتنا لا وهذه هذه راه البطاله ديالنا راه ما خصكمش تحكموا عليها انا ما يحكم عليا حتى واحد واللي يحكم عليا غنطيح انا الجوكر ديال الفرح والهاوشه
تنبغي الشطيح تنبغي الرديح اللي قاعد مسكينه عاد صلات قاعده كتتصلي مسكينه قاعده ومن سمع كتتصلي مسكينه قاعده من سمعت غياطه ويطنط طلعت على الكهوه تاكم بعدا تاكملت لا باقه عادات كيفك يلا غادي الفاتحه راه كنطلب غياطه يجي جاوا قدري انا في الفاتحه انا وانا ما زوقيتش عليك يا ولد اختي البارح ونادو هذوك البراحه المشاهدين باش تفهموا هادشي راه كنديروه باش كنضحكوا شويه تنخلقوا واحد الجو حنا والعائله هذه خالتي هذه بنت خالتي هذه مرت ولد عمنا هذه بنت المهم عائله كون عندنا خالات بنت شيشه دويشي انا الوحيد اللي جبت المراه من برا انا خوتنا المشاهدين انا ما شدتش في العرس وما غنيتش وما تديروا هادشي كنتهاوش ما شفتونيش تلبس عصفر
ولا تصفر ولا ما كانش لا ما لقينا لا شتو بصفر تنجيبو الصباغه تسقوا لها الحوايج اللي لابسه ما دايره لها الصفر ولا ما دايراش عندي الصفر في الدار عندي كل شيء ولكني هذا ولد اختي جاب شي ريحه مخدعه هذه الريحه مخدعه طيحتني بغات غضبانة وعلاش خرجت هادشي اللي كنديرو هادشي اللي في هذا يبغي غضبان والله يخليكم لينا خوتنا المجاهدين والله يستركم والله يجمع شملنا والله يخليها الفرحه دائما هادشي اللي مازال يجيو العائله راه هذا باقي غتشوفوا شنو كان الجيران اللي بعاد هذا ما خلاش يومين عاد انا كنطلب دابا هذا اللي يربحني علاش يربحني هادشي واحد ربحني هذا شنو هذا حيدون شوف حيدون تكلم ماسي وين ربحتيها الكوطابري البونتور انت جدارمي جدارمية تربحو الناس لا وعلاش تربحني هيا مولاي السلطان هذاك لا تراس ماشي ديال الدرب ديال الناس ابلاتي اخويا هاشم هاشم لقيت هذا لقيت هذا وهذه داخل الدار عاد هاد وسديت عليه واحد ما تعاونش انا اش داك لا دابا هاد السيده جينا نسولو فيها على الصباح لا 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 اليوم كاينه انا خارج انا عندي العس مرحبوني لا جينا نسولو فيها السبيل لا 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 قال فرعيات مع العرس جينا نسولو فيها لقات هي المشكل قالت لكم ما جاش تسولو فيا انا عاد مول العرس قالت لك انا عاد مول العرس ما جاش تسولو فيا انا عاد مول العرس واش عاد شي ذايبات مشاو ولا شافروهم انتم ماشي ذايبات اي حاجه هذه ديال الليله وهذا خادم الخادم ديالي سالي كون شوفوا باش عايرني واشنو قال لي هذا زايزور هذا ما حب زايزور هذا درتوه اش درتوه هذا الحاكم عندنا الدريويش هذا اش بحكم على دين لا تشوف استدعاء عطا استدعاء زيادة ما درتش استدعاء احلام شنو كنا باش نطلعوا من الشدار خلي عطيني خلص جايك جايك لا لا ما عنديش لك ناسيونال انا ما عنديش لك ناسيونال ما عنديش لك كاين هذا راه تشوف انا شفنا احلام هذه صا لا زيزون عارف يقرا عارف عارف راه قرا عاد زيزون واللي ما غتقولولوش
اشنا هذيك المكتوبه تما احلام ياسين استدعاء احلام واو استدعاء المنهوب شفاره كسوره يركز من 20 ل 50 20 ل 50 حمزه 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 يدوني خلص ليا الشارع ماشي قيدوني انا سميتو لا هذاك اللي عنده الفرما هنا ياسين ياسين شنو غادي يضرك عاشين هنا هو شايلو اثمانو احلام احلام 20 درهم اه 20 درهم جوج واحد دابا انت الحكم هو تنفذ اه صافي لا صافي ولكن لي هذاك راه ربحني داك البوليسي هذا هو اللي حل اخويا دا زيرو ما معفاش احلام بطل الغازي يمتار صوره من غير ماشي سيري من هنا من ورا العريس حساكي محمد حساكي قول له شنو ولا قول له شنو ولا انت غادي تهضر على راسك قول له شنو وفاتحه الملك الله يسترها امين والله يسترها امين والله يسترها امين استر البلا عليها امين ديري يا مليكه خلي كل ورا امين والله يعاونك امين امين جزاك الله خير خليتي يا المتار صح حلي كلامك ها اشوف ليا هي باقيه الماكله ديال الحلوه مليده صايفط عليها والقرعه ديال الكوفيدير ها هو هذا الدر خير خلصي لنا واحد 20 درهم نعم استدعي فيني عطيه استدعاء ديالك فين هو البوليس جايبين حاطنا فوق راس فين هو البوليس شنو هي التهمه ديالك تسجل ما عندك لا رخصه لا هو ما عندكش البادجا ما يدير رخصه الصحابي جالس كنفطر عيطوا لي قولي تكلم اجي تصور واش تقول ولا بلاتي شكون اللي عيط لك اللي زرفك وزرفتك نعيمه 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 واش تدعو انا شتشد وشوف ما مروان انا راه بعيد شحال هذا بخصيه شي حاجه انا رانا خايف ما يقولوا دابا صاروا مره سنين سعيد لعيبه هاكا باش تسمعوا لي عاوتاني شنو هذا هاكا خويا عندي شوف كاين الشوت هيا شافها هاكا هيا السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وكيف ما كتشوفوا اليوم كنا قلنا المتار كيتجمعوا هنا عند العائله ديال العريس كيجلسوا كيخرجوا بعدا بالزغاريد وداك الشيء كما شفتوا عند الاخ حساكي وكيجلسوا كيجمعوا المتار ديال الدوار الدراري كاملين من الصغير للكبير كيبداو كيديروا داكشي ديال الحكم كما تيقولوا العريس هو مولاي السلطان هو اللي كيحكم فهمتوا بحال قلت هو اللي عنده السلطه باش محكم عليك باش ما كتخلص وراه ولد عمي مسكين راه كيقزلم فينا بدا بينا حنايا والله العظيم انا كما قال لك لقيت يبدا بحباب وراه راه ماشي بدا بحباب وراه بدا بحباب حباب وكل شيء ومشرك كل شيء مرحبا بدا واحد ما عندوش 5 درهم ولا 10 درهم قال 20 معلم وطلع العقبه بغيتي بيني وبينك ولا لا صوب معنا دابا مزيان 20 درهم راه مخيره لا يا خلينا نصوروا والله لا ماشي مشكل 25 درهم ونمشي صاحي مزيانه حساكي ومرته خلصوا 50 درهم ب 50 درهم مصفوره 500 درهم مصفوره والله لا ولينا خلصنا على هذيك الشفره صراحه كلشي هارم شوف والله العظيم كيشدوا الواحد كيلوحوه في الواد
تيفزقوه والعريس براسو مولاي السلطان براسو كيسرقوه ويديوه اولا كيسرقوا له مراته عاوتاني مولات السلطانه ياك العروسه انت كيشدو حتى هي كيديوها تيسرقوها تيقول لها خصك تخلص عليها وهي راه غنديروها له ما نزقلوش شتي هذا الشيء اللي دار لنا هو حكم علينا راه غادي نحكموا عليه حتى حنايا وغادي نسرقوا ليه العروسه ونزيد واحد الحاجه راه هنايا الدراري راه باش ما يحكموا عليهم كيخلصوا وضحكوا بالله بصح والله اي عرس لا ونزيد لكم واحد الحاجه الناس اللي كيقولوا حق العرس دار الزوين وما كانش عيق ليا انا عيق لك حنا ما عندناش داك الشيء هنا راه العائله كامله مجموعه دوار تعاونوا مع بعضياتهم والنشاط راه براسو محمد واحد الخطره وقعت شنو داروا بها محمد داروا وزير داروني وزير باش نتقدم شاطر عطيني باش نتقدم ما غاديش العرس في طور عطيتيهم جبتي عطيتيهم ما راهش نمشي نجيبو نديرو كاس الحكم الكبير هذا شوف اليوم غاديش غتجيب ليا غتجيب ليا شحال عطيتيها نشوف شحال عطيتيها عطيني 1000 غتجيب ليا الدجاج وكل شيء نشوف ولي الناس يشوفوه قرعه والسيترو رد رد دور معك فاطمه الملك غتجيب لي الفروج غتجيب لي الحلوه غتجيب لي الطعام غتجيب لي البركه قولي ها فيها البركه قولي بسم الله نهار ما كتولي ورقه في جيبك هو راه كيعطيها وكتولي تزيد وهذه الله غتجيني في الفروج وخاصني نزيد لها 1000 فرانك لا على حساب 12 ها الله يرضي عليك ها هي محكومه هذه الله يرضي عليك هذه الله يرضي عليك والاخرين ما اويلي وشدي شدي هاي هاي انا هادي قالت لك سيدي راه باقي ما حكموش عليا هي غيحكموا عليا هي اللي بعيطه هي اللي بعيطه هي اللي قالت لي عيطوا لي ما عمري ما شتي واحد جاي لراسو جاي مشكل راسو اي اسمعوا اسمعوا اش غتقول لكم ناديه واش واسمعوا راه واحد الشكايه عندها السلام ورحمه الله هادي ماشي ناس صوتين هادري ويش مسكينه سيده علاش قاريه شوي ولا مقاريه مقاريهش هذيك راه ناديه الوردي وعلاش جدتها ليا ايوا هضري مع مولاي شنو مولاي مولاي هو اللي تينفذ الحكم شنو شنو تواتي تواتي دي هادي علاش واحد استدعاء قال الضربات ولا الجلب انا هو اللي استدعاء اي ما هي راه قالكم الحق قالكم تباصروني زعما على جدتها تا هو ما كان شي حاجه يا صاحبي ضرباتو على الشيء تستدعى شكون اللي شافك شكون اللي شافك شكون جابك واش اللي جابك شكون جابك من هذا كان واحد شكون جابك شكون اللي دخلتوني انا جيبه شكون عطاك هذا قال لك قال هذا جيبه هذا اللي قال هذا جيبه احكم لي حق الله احكم لي انا جابوني خلوا واحد وحده مره اخرى معايا شكون هي شكون هي الاخرى ها هي في غنولي ننزل عليك لما كتبتيش هذيك النقطة هكا هكا شوف تأكد صافي مالادي مالادي ودي 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 ودي
شتي القانون فوق الجميع. قرصك دوم كيسولوا عليك المشاهدين قال كاع ما بانت لينا ام واحد دوم مسكينه راه عيانه راه عاد شي شويه اليوم وباقا عيانه الله يشافيها ويعافيها يا ربي